السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في قناه مستر وان ساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، هنتكلم النهارده في يونت 3 كونسبت 32 ليسون 4 عن كونزرفيشن بريزرفيشن اند سستينابيليتي. هنعرف ايه الفرق بينهم دلوقتي، بس تعالوا الاول نشوف الاكتيفيتي دي. بوترو اور فولس، وي ماست بروتكت ناتشورال ريسورسز ان اور انفايرمنت. طبعا لازم نعمل كده. ناتشورال ريسورسز كان بي يوزد تو ميك different things that we use daily. ايوه، وهنشوف example على الكلام ده. There are many things we use every day that are made from natural resources. It is important to conserve. conserve دي معناها protect، معناها preserve، ده عنوان الدرس بتاعنا. conservation تشمل preservation و sustainability، فبقول لك conserve معناها protect or preserve the natural resources so there will be enough when we need them. لازم نحافظ على natural resources بتاعتنا عشان تبقى كافية لما نحتاجهم. The following table shows some things made from natural resources. ادي natural resources وادي object made from natural resources. التريز كnatural resources بنعمل منها ايه؟ بنعمل منها البيبر اللي احنا بنكتب عليه، فبقول لك paper is made from tree. اويل برودكت نعمل بيها ايه؟ معظم منتجات البلاستيك اللي موجوده عندنا في اور ديلي لايف معموله من الاويل برودكت، فبقول لك موست بلاستيك از ميد فروم اويل برودكت. طب البلانت والانيمال برودكت بنعمل بيها ايه؟ بنعمل بيها كلوزز، بقول لك الكلوزز ار ميد فروم بلانت ساتش اس كوتون. كلنا عارفين ان هدوم كتير عندنا معموله من القطن، وكمان في كلوزز معموله من الانيمال برودكت ساتش اس وول اوف شيب، الصوف بتاع الخروف. الملابس الشتويه عندنا بيبقى فيها وول بنسبه كبيره، فكده احنا استخدمنا البلانت والانيمال برودكت ان اور ديلي لايف. هيومن كان كونزيرف ناتشورال ريسورسز ان ديفرنت واي ساتش از، عنواننا كان كونزرفيشن اللي يشمل حاجتين اهو، يشمل بريزرفيشن وسستينابيليتي. يعني عشان تعمل كونزرفيشن يا تعمل بريزرفيشن يا تعمل سستينابيليتي. عايزين نعرف بقى الفرق بينهم ايه. نتكلم على البريزرفيشن الاول. بريزرفيشن اوف ريسورس مينز ريستريكتنج اكسس او كنترول ريتشنج اوف هيومن تو ذيس ناتشورال ريسورسز اور يوزينج ذيم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني امنع وصول الناس وتعامل الناس مع الناتشورال ريسورسز بتاعتك، وخصوصا لو كانت رير ريسورسز. اديني اكزامبل اوف ريسورسز بريزرفيشن. بقول لك كونتريز بريفنت يوزينج اور ديفلوبينج اوف ناتشورال ريسورسز ان سام بروتكتد اريا اوف لاند ساتش از راس محمد بروتكتوريت ان ساوث سيناي، محميه راس محمد اللي موجوده في جنوب سيناء دي فيها رير كورال ريفز ورير the colored fish، ممنوع تصطاد سمكة من هناك او ممنوع تلعب في كورال ريف واحدة من هناك. another example وادي الحيتان بروتكتوريت اللي موجود في الفيوم، وده جزء من وادي الريان بروتكتوريت، وفي هناك في وادي الحيتان complete body fossil of whale يصل عمره لاربعين مليون سنة، ممنوع تقرب منه او حتى تلمسه. the following table show the result of overusing يعني depletion يعني انتهاء some natural resources more quickly than they can be replaced. هديك example دلوقتي لnatural resources لو ما استخدمتهاش wisely بطريقة حكيمة كده هيحصل لها depletion وتخلص وما تبقاش موجودة. الناتشورال ريسورس اللي هو الفيش، والريزلت هو ان يوزنج ذيم مور كويكلي. لو احنا رحنا نصطاد سمك بكمية كبيرة، طب ما انا مش هلحق ادي فرصة للسمك انه يعمل ريبرودكشن ويطلع لي نيو انديفيديوال من السمك ده، وبالتالي هنيجي نعمل في يوم من الايام فيشنج مش هنلاقي سمك نعمل له فيشنج. فبقول لك if the catch of fish by human يعني في اوفر فيشنج is more than the fish that are replaced by their reproduction in ocean and in sea they become rare، هيبقوا قليلين هم and fishing will decrease. طب الجراوند ووتر اللي موجودة في ويل بنلاقي بير كده، احنا حفرينه عشان ناخد منه الجراوند ووتر. لو احنا قعدنا نعمل اوفر يوز للجراوند ووتر ده اكتر من الريبليسمنت اوف ذيس جراوند ووتر باي رين، طب ما شوية بشوية هنلاقي الجراوند ووتر دي خلصت، والويل ده بقى ايه؟ بقى امبتي فاضي ما فيهوش جراوند ووتر. فبقول لك if جراوند ووتر اوف ويل ار يوزد فاستر
الخزان زي ار ريبليس ذا بايرين ذا جراوند ووتر والران اوت هتخلص اند ذا ويل بيكم دراي. طيب نتكلم بقى على السستينابيليتي. السستينابيليتي دي معناها يوزنج ذا ناتشورال ريسورسز ان اواي دازنت نيجاتيفلي افكت ذا فيوتشر سبلاي اوف ذيس ريسورسز. يعني نستخدم الناتشورال ريسورسز بتاعتنا وايزلي بحكمة بحيث ان احنا ما نأثرش على وجود هذه الريسورسز في الفيوتشر في المستقبل. فبقول لك sustainability is an important way of resource conservation. Sustainability means using natural resources in a way that doesn't negatively affect the future supply of these resources. اديني example of resources sustainability. اقول لك cow feeding on grasses in a field where grasses grow slowly. شوية بقر بياكلوا grasses في فيلد في حقل معين، ولكن الجراسس دي فيها مشكلة انها جرو سلولي بتنمو بالراحة. طب عندي تو سيتويشن دلوقتي، يا اما سستينبل سيتويشن يا اما انسستينبل سيتويشن. طب يعني ايه انسستينبل سيتويشن؟ تجيب الكاوز دي وتحطهم في فيلد بس يكون صغير، فبالتالي الجراسس فيها تكون ايه؟ هتكون قليلة، فالكاوز تاكل كل الجراسس وما يبقاش في جراسس. طب وبعدين الجراسس خلصت تبتدي الكاو تجوع وممكن نيجاتيفلي هارمد وممكن تشوف environment غير دي او ممكن تموت خالص، فكده ده unsustainable situation. طب sustainable situation ايه هو؟ تحط الكاو دي بقى في فيلد يكون في جراسز كتيرة، في فيلد كبير، فبالتالي مهما الكاوز كلت هيبقى فيه enough جراسز، والجراسز اللي اتاكلت كمان هيبقى فيه replacement لنيو جراسز ليها، وبالتالي كده انت عملت sustainable situation. نقرأ كلمتين دول unsustainable situation. If cows are placed in many small area of grasses they being eating all grasses هياكلوا كل الجراسز before new grasses could grow in these areas. This cause the disappearance of grasses هتخلص الجراسز in this area and the cows will be very hungry. طب شوف لي كده sustainable situation. If cow are placed in one large area of grasses so the cow still have more food في اكل زيادة هو. This cause the grasses to grow back in other areas. Note هنلخص الفرق بين preservation والsustainability في الجملة الآتية. Preservation of natural resources means preventing uses or developing natural resources in special areas اللي هي زي البروتكتوريت. But when people manage to use natural resources without negative effect on their amount in future, this is called sustainability. خلي بالك ان الريسورسز سستينابيليتي دي از افكتد باي ميني فاكتورز ساتش از اوفر بوبوليشن. لو انا عندي تعداد سكاني كبير او ليفنج اورجانيزم كتير عايشه على شويه ريسورسز قليله، طب ما انا مش هقدر اعمل سستينابيليتي. ان ايكوال ديستريبيوشن اوف ريسورسز، لما الاقي اريا معينه فيها ريسورسز كتيره واريا تانية فيها ريسورسز قليله، فبالتالي الاريا اللي فيها الريسورسز القليله دي ما انا مش هعرف اعمل سستينابيليتي للريسورسز فيها. Overuse أو overconsumption أو damage of resources، لو الresources خلصت في منطقة معينة أو damage أو حصل لها استهلاك بصورة كبيرة، طب ما أنا مش هقدر أعمل لها sustainability. البليوشن، لو عندي area فيها الresources polluted، طب أنا أحافظ عليها ليه؟ أنا مش هستعملها أصلا ومش عايزها في حاجة. طب لو جي قال لك give reason for countries prevent using or developing natural resources in some protected areas of land. مش ده معناها preservation، يبقى تقول لي to preserve natural resources. خلي بالك renewable doesn't mean unlimited. طب يعني ايه الجملة دي؟ هات لي حاجة كده renewable resource زي الووتر. هل الووتر دي renewable؟ are renewable can be replaced as soon as it is used، يبقى renewable. طيب معناها بقى انها limited ولا unlimited؟ لا معناها limited. صحيح هي renewable ولكن كمية المية في الارث محدودة، فهي limited رغم انها renewable. خلي بالك ال natural resources can be classified into يا إما renewable resources، يعني resources can be replaced as soon as it is consumed، و non-renewable resources يعني resources its rate of consumption أكتر بكتير من the rate of its production.
طب اديني اكزامبل للرينيوبل ريسورسز، اقول لك ووتر، اقول لك ويند، اقول لك صن، اقول لك بلانتس، اقول لك انيمالز. اديني اكزامبل للنون رينيوبل ريسورسز، اقول لك الفوسيل فيول زي الاويل زي الكول زي الناتشورال جاز. رينيوبل ريسورسز كان بي يوزد اب، تستهلك تخلص، اف بيبول دونت يوز ذيم وايزلي، لازم نستخدمهم بحكمه. اديني اكزامبل، اقول لك وين فريش ووتر اللي هي رينيوبل ريسورس اون ايرث از بليوتد، محدش هيشربها، ات بيكم اندرينكبل، ولو بقت المشكله دي على مستوى الايرث ده معناها الاند اوف لايف اون ايرث. بوليوشن فروم بيرنينج اوف نون رينيوبل ريسورسز لايك الكول والاويل والناتشورال جاز ليدز تو سويل بوليوشن ذات كوز ذا ديث اوف بلانت اند انيمال اللي هي رينيوبل ريسورسز. حاجة كمان، cutting down too many trees اللي هي renewable resources leads to deforestation، يعني التصحر، so water and wind can carry away soil causing soil erosion. check your understanding both true or false. control reaching of human to natural resources leads to conservation of these resources. الكلام ده true. sustainability don't require management of how a resources is used. الكلام ده wrong. write the scientific term of each of the following. the action of control reaching of human to the natural resources or using them. الكلام ده اسمه preservation. it means using resources in a way that doesn't negatively affect the future supply of these resources. ده اسمه sustainability. اوكي يا شباب، how much water do you use؟ لو جيت سألت واحد فيكم هو انت بتستهلك مية قد ايه في اليوم كده، مش هيعرف يحسب، بس ممكن يقول لي بستخدم 10 or 20 liter. اقول لك لا، تعال نحسب في الاكتيفيتي الجاية كده، شوف انت بتستهلك قد ايه مية في اليوم عشان تعرف ان انت بتستهلك كمية رهيبة جدا. فبقول لك from the previous activity you have learned that water is considered a renewable natural resource. drinking water is important for human to survive, but there are many other activities in our daily life that require water, such as taking shower, such as cooking food, such as flushing a toilet اللي هو تشد السيفون كده عشان تنظف التويلت, washing hands, brushing teeth, وكمان watering plants. the following table show how you can calculate the average amount of water that a person use in some daily activities by two different methods. ادي الفيرست ميثود اهو، ادي الاكتيفيتي اللي هتحتاج فيها الووتر، وادي النمبر اوف مينيتس تو دو ذيس اكتيفيتي اتش تايم، هتاخد كام دقيقه عشان تعمل الاكتيفيتي دي، ملتيبلاينج الاماونت اوف ووتر يوزد ان اتش مينيت، في كل دقيقه استهلكت ووتر قد ايه، عشان تحسب التوتال اماونت اوف ووتر يوزد تو دو ذيس اكتيفيتي اتش تايم. فتعالى قلت لك كده، لو انت هتاخد شاور، هتاخد الشاور ده في قد ايه؟ هاخد الشاور ده في 10 دقايق، في كل دقيقة من 10 دقايق انت هتستهلك 7 لتر اوف ووتر، يبقى الدش ده واقف عليا بكام لتر مية؟ ب 70 لتر مية. تخيل انت عشان تستحمى 10 دقايق فقط لا غير انت خدت 70 لتر مية. طيب براشنج تيس ويز ووتر، بس الووتر دي تكون راننج، انت فاتح الحنفية على طول اللي المفروض ما نعملش الحركة دي. لو انت هتغسل اسنانك 4 مرات في اليوم، كل مرة وانت فاتح الحنفية كده عشان تعمل براشنج التيز بتاخد 6 لتر، فانت اوريدي في اليوم كده خدت 24 لتر فقط لا غير عشان تغسل اسنانك. طب نشوف طريقة تانية للحساب، ادي activities require water، وادي number of times you repeat this activity in one day، هتعمل الاكتيفيتي دي كم مرة، وادي amount of water اللي used to do this activity each time، ولما نعمل الاتنين times بعض تطلع التوتال amount of water used to do this activity in one day. فتعالى لو شفنا كده بنعمل flushing a toilet، يعني تشد السيفون عشان تنظف التويلت، لو قلنا انت بتعمل الموضوع ده 4 مرات في اليوم، كل مرة بتاخد فيها 5 لتر، فانت الفلاشنج اوف تويلت بس بياخد 20 لتر مية. washing hands، لو قلنا هتغسل ايدك 6 مرات في اليوم، كل مرة هتستهلك 4 لتر مية، فانت موضوع washing hand ده هياخد مننا 24 liters water per day.
The following table shows the average of total amount of water used by a family formed of four members. عيلة بقى متكونة من أربع أفراد. تعالوا نشوف نفس الأكتيفيتي دي، العيلة بقى هتستهلك الرقم ده تايم 4. فبقول لك الأكتيفيتي اللي ريكواير ووتر زي الفلاشينج أتويلت، الشخص الواحد كان بيستهلك 20 لتر مية، أنتوا أربع أشخاص هتستهلكوا 80 لتر مية. Washing hands، الشخص الواحد كان بياخد 24 لتر مية، انتوا اربع اشخاص هتستهلكوا 96 لتر مية. واضح ان احنا بنستهلك كمية مية كتيرة in our daily activities. طب اقول لك from the previous table we can observe that many people use much water in their daily activity, so we must conserve water during our daily activity by changing our habits such as. لازم نحافظ على المية ونغير بعض عاداتنا. زي ايه؟ زي decrease the time of some activities like taking shower، استحمى بسرعة. زي turning off water during some activities like brushing teeth. احنا شفنا brushing teeth ده بيستهلك مية قد ايه، فعلى الاقل وانت بتعمل brushing teeth ايه بقى في الحنفية. Check your understanding. If you have only 40 liter of water to do all activities in one day, choose three from the following activities you will do by this little amount of water. اختار ثلاثة من دول تعملهم بال 40 لتر بقى. Washing hands ولا brushing teeth ولا flushing a toilet ولا washing clothes ولا washing dishes. كل واحد بقى يختار اللي هو عايزه ويعمل بريزرفيشن للووتر بالكمية القليلة اللي معاه دي. كده الدرس خلص يا شباب، اتمنى ان انا اكون شرحته لكم بطريقة سهلة وبسيطة. ذاكروا الدرس كويس، المرة الجاية ان شاء الله هنحل عليه بعض الاسئلة. الى ان نتقابل على خير، اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.